السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. أصدقائنا وشركائنا في يوميات محامي، أهلا وسهلا بكم. رجعنا لكم تاني في حكاية من حكاياتنا المتجددة والمستمدة على طول من اتصالاتكم واستفساراتكم اللي بترد لينا على صفحة القناة. في الحقيقة حكاية النهاردة هي رد على سؤال لأحد المتابعين والمشتركين الجدد، كان سألنا بخصوص تراخيص السلاح وتعديلات اللي تمت على قانون السلاح، وهل تنطبق عليه من عدمه، وشروط ترخيص السلاح، ويعني ايه سلاح صوت، ويعني ايه سلاح ناري. فحابب قلت أعمل فيديو وأوضح ليه ولغيره. بس قبل ما أتكلم في الفيديو وعن الشروط والتراخيص وكل الموضوع بشكل عام، عايزين نوجزه بس عشان يتسع الوقت، يا ريت فضلا وليس امرا لو حضرتك لسه اول مره تشوفنا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد. وندخل في الحكايه على طول. في البدايه انا لا احبذ ان انت حضرتك تحوز او تحرز سلاح سواء ناري او سلاح صوت او اي سلاح، إلا إذا كنت بتشتغل شغلانة معينة تستلزم احتياطات الأمن، إن أنت تكون معاك نوع معين من الأسلحة، وده القانون حدده بشروط وضوابط وقيود. عاوز أتكلم في البداية عن سلاح الصوت، المسدسات الصوت اللي هي في الأول. في البداية قبل صدور التعديل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 على تعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، يعني صدر قانون رقم 5 لسنة 2019 عشان يعدل قانون الأسلحة والذخائر اللي معمول به في البلاد. في البداية ما كانش فيها حاجة اسمها ان انت ترخص سلاح صوت، كانت العملية سايبة واي حد ممكن يحرز السلاح، وبالكتير لما تتمسك بالسلاح في اوقات وحدود معينة كان يتصادر السلاح. لكن بعد صدور القانون نظر للاوضاع الامنية والعمليات الارهابية واعمال البلطجة واعمال العنف، وبصراحة القانون يعني كان دق ناقوس خطر لأعمال البلطجة اللي هي كانت بتتم، وكانت الناس بتستخدم نوع معين اللي هو الخاص بالأسلحة أو مسدسات الصوت لترويع الناس وتثبيتهم، وكان العملية كان فيها شبه انفلات لبعض الشيء. لكن القانون لما صدر بدأ يجرم حيازة الأسلحة اللي هي الصوت المسدس. احنا لسه ما جيناش عند الاسلحه الناريه، احنا بنتكلم في مسدسات الصوت وبنادق الرش والصيد والحاجات اللي هي غير مخصصه او اسلحه غير ناريه بطبعها. بدا القانون يجرم من بعد صدوره على طول، من بعد القانون رقم 5 زي ما قلنا 2019 بدأ يجرم بغرامة، تبدأ بغرامة من 500 جنيه ولا تقل عن 5000 جنيه، وفي حالة العود بتوصل للحبس من 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه. ده بالنسبة لمسدسات الصوت، يعني حضرتك ما ينفعش يبقى معاك مسدس صوت إلا إذا كنت مرخص ليك بحمل او بحيازة سلاح مسدس صوت. هتقول لي طيب اعمل ايه عشان احوز او ارخص سلاح صوت؟ قلت لك تاني، لو انت ما عندكش اي وظيفة او مهنة معينة تحتم عليك حمل سلاح معين بلاش، لان السلاح حمل السلاح مشاكله كتيرة، والبلد فيها امن وامان، ولما يكون عندك اي حاجة تتعلق بالامن الشرطة موجودة، لأن لو صرحنا لكل حد يحمل سلاح الدنيا هتبقى فوضى، والعملية هيبقى فيها انفلات وعواقب غير محمودة. طيب
انت عندك ظروف معينة، القانون وقرار وزير الداخلية صدر تنفيذا للقانون وحدد فئات معينة، الفئات دي هي اللي مسموح لها فقط بحمل سلاح صوت على سبيل الحصر. الناس دول شركات الحراسة والأمن المرخص ليهم تبع قانون الحراسات والأمن، شركات الصرافة والعملات والناس اللي هي بتشتغل في مجال نقل الأموال واللي بيستلزم عملها إن يكون عندها نوع معين من الأسلحة، دي بتترخص عن طريقها. فما دون ذلك مفيش حاجة اسمها ترخيص سلاح صوت. وإذا أحرز أو اتمسكت حضرتك بأي نوع من الأسلحة اللي هي الأسلحة البيضاء أو المطاوي أو السنج أو البلاطي أو الكلام ده كله، إلا إذا كانت بهدف استخدامها، يعني الجزار اللي عنده عدد الجزارة دي سلاح بيستخدم يعني بالتخصيص، سلاح مخصص لأنه هو يشتغل. فما دون ذلك إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة غير المرخص بيها بعد التعديل الجديد، خاصة لو بنتكلم على الصوت والرش والكلام ده كله لازم ترخيص معين. حد هيقول لي طيب بنادق الصيد والرش والكلام ده كله أعمل إيه عشان آخد ترخيص؟ أولا لازم ما يقلش سن حضرتك عن 18 سنة وقت ما أنت رايح تتقدم لحصول على الترخيص. لازم يكون صحيفة الحالة الجنائية بتاعت حضرتك خالية من أي سوابق، ما عندكش أي حاجة، أو لو ما يكونش في حد في شجرة العيلة عنده مشاكل بالنسبة له ولا أي حاجة تتعلق يعني بالبلد كده، ما انتش خطر على الأمن العام. طيب الموضوع بيتقفل على كده؟ لا ما تقفلش. أسلحة الصوت لما جرمت لازم عشان تاخد تحصل على سلاح مسدس صوت، لازم اذا كنت هتحصل عليه هتحصل عليه من محل شغال ومرخص لتجارة السلاح، وفي شروط معينة للمحلات اللي هي بتزاول مهنة او تجارة الاسلحة والذخائر. القانون قنن الاوضاع بتاع الناس دي، ولما صدر التعديلات حدد مدة 6 شهور عشان الناس دي تقنن أوضاعها، لأن قبل صدور القانون كنت حضرتك ممكن تلاقي مسدسات صوت موجودة في مكاتب، موجودة في بنزينات، موجودة بتتباع في محلات ملهاش علاقة كمان بالأسلحة، لكن الحمد لله بصدور القانون بدأت الموضوع يتقنن شوية. مش عاوز أتوسع في موضوع الأسلحة اللي هي الخاصة بالصوت، وإن شاء الله نعمل فيديو تاني يتعلق بتراخيص وشروط تراخيص الأسلحة النارية، وإمتى أنا أقدر آخد ترخيص بسلاح ناري من عدمه، وإيه الشروط وإيه الموانع وإيه الإجراءات اللي أنا عشان آخد ترخيص ممكن أحصل عليه. وقبل ما انهي الفيديو يا ريت فضلا وليس امرا لو لسه حضرتك ما اشتركتش في القناة دعمنا معنويا، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ومفيد. ولو عجبك الفيديو يعني تصدق علينا بلايك، ما عجبكش برضو اكتب لنا تعليق. لو انت عندك اي سؤال يتعلق بقانون الاسلحة والذخائر او اي سؤال في فرع من فروع القانون حتى لو خارج عن الموضوع اللي اتكلمنا فيه، احنا حاضرين وتحت امر الجميع، والهدف من القناة ان احنا نخليك ما تدخلش نفسك في اي مشكلة، نخليك ممكن تحل اي مواضيعك بدون اي مشاكل ولا غيره. في نهاية الفيديو دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.